ده ممكن يكون زواج، ممكن يكون، المهم هم قهرينها بأمر ما، لكن الضفائر في حتة تانية. الضفيرة تعتبر عز وجمع للأموال ما شاء الله. وحاجة حلوة قوي، لكن في حالتها هي مشاكل وحاجة بس ضغط عليها نفسيا. طيب في حلم تاني اقوله لك سريعا. ماما حلمت لي ان مرات عمي بتديني اكل رز بس من غير لحمه، وفي واحده جاره مرات عمي لكن هي متوفيه ادتني من طبقها هي لحمه وفته، لما لقيتها بتديني الرز من غير حاجه، فده معناه ايه لما الميت حاضر، ياكلني من طبقه لحمه ورز؟ ابشري ان شاء الله. طبعا زي ما بيقول لك ان الثريد ده خير الاكل او خير الطعام، اللي اللي هي هو ايه؟ الايه، الشوربه، الثريد اللي هي الفته بقى واللحمه وكده. وكمان لما تيجي من عطايا الميت فهو خير كثير. والحاجات دي بتتاكل فين؟ بتتاكل في الافراح وبتتاكل بالمناسبات صح؟ المناسبات الطيبه. فابشري، طالما جايبها لك الميت فهو بيبشرك بمناسبه ساره هتحصل لك الايام القادمه. ان شاء الله. الرز اللي كلته من غير لحمه ده معناه ان شويه كان الموضوع ده شوية كعبلة. مثلا خطوبه، بس مش ولا بد الراجل ماديا مش مرتاح، ولكن بما انها اداها الميت بقى اللحمه والحاجات دي فهتكرمي بالاحسن ان شاء الله ان شاء الله بامر الله، والله اعلم. ان شاء الله ان شاء الله، ربنا يكرم الكل. يا رب. معانا مداخلة إيمان من القاهرة. أيوة، السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام، السلام ورحمة اتفضلي الله يا وبركاته. إيمان. معلش ممكن دكتورة لو سمحتي؟ اتفضلي مع حضرتك. ازيك يا دكتورة؟ ازيك عاملة ايه؟ الله يخليكي. أنا كنت كلمت حضرتك الأسبوع اللي فات على الحلم اللي هو إن كأن ربنا بيبعت هدايا، وأنا بصيت في الموبايل لقيت العدد التنزلي 10 9 98، وحضرتك فسرتهولي. فانا امبارح حلمت كاني في شقه في بيتنا القديم،